رجعنا مرة تانية وخلينا دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي والفرق المختلفة، ومعانا روزان ناصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. روزان بونجور عليكي، صباح الهنا، واحكي لنا آخر الأخبار طبعا عندك، ولو عايزة تديني برضو نبذة سريعة على دلوقتي الأعضاء والتواجد والتوافد كمان في النادي الأهلي فرع الجزيرة، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا 10 الصبح في الأهلي، متواجدة معاكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل طبعا الأجواء وكل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى. خليني طبعا يعني أبدأ بأخبار كرة القدم، معايا طبعا تحت قيادة مارسيل كولر. يعني أمس واصل تدريباته طبعا اللاعبين على ملعب تيتش استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي، واللي هتكون طبعا 11 يونيو الجاري. كمان مارسيل كولر يعني عقد امبارح محاضره مطوله بالفيديو مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث طبعا عن كافه الجوانب الفنيه الخاصه بمباراه الوداد القادمه، ويمكن كمان اتكلم عن الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه الذهاب. كمان يعني اكتفى لاعبين الفريق اللي شاركوا في المباراة بتدريبات استشفائية، وخاض باقي اللاعبين تدريبات قوية طبعا اشتملت على جانب بدني وتدريبات قوية. خاض كمان خماسي حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. كمان يا كريم ونهواند، يعني خليني اقول ان في لقطه حصلت امبارح في المران، لقطه كانت حلوه جدا. كابتن محمود الخطيب حارس طبعا على حضور المران وكان بيشجع الفريق بشكل قوي جدا، وطبعا هنأهم بالاداء المتميز امام الوداد، وكمان شجعهم وقال لهم ان البطوله يعني مش صعبه خالص عليكم، وان احنا نفرح جماهير النادي الاهلي، حاجه كانت ضروريه جدا كمان من كابتن محمود الخطيب. والحقيقه ان التشجيع ليهم دايما هو الحافز الاكبر خصوصا في الاوقات دي. كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي في مباراه يوم الاحد. عايزين بقى كمان نبارك لرجال وسيدات تنس الطاولة اللي توجوا ببطولة الدوري بعد الفوز على أمبي وبترو جيت في ختام الدورة المجمعة الثانية طبعا اللي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وحقق فريق رجال الأهلي الفوز على أمبي بنتيجة 3-1 ليتوج بلقب البطولة. كمان حققوا فريق سيدات الفوز على بترو جيت بنتيجة 3-2 كمان ليتوجوا باللقب. عايزين نقول لهم ألف مبروك، والحقيقة يعني تنس الطاولة من أكتر المواسم الناجحين فيها ومتألقين. سريعا عايزة نقول لكم الأجواء طبعا هنا في النادي، يمكن درجة الحرارة النهاردة جيدة جدا، الأعضاء متواجدين بشكل كبير، يمكن كبار السن متواجدين لتناول الإفطار، وكمان العائلات يعني متواجدين مع أبنائهم لحضور التمارين بتاعتهم. خلينا أقول درجة الحرارة مش برد ولا حر، يعني يمكن نقول معتدلة. طبعا في توافد بشكل متزايد يعني يمكن في الساعات القليلة الأولى. خلينا أقول أنه كمان درجات الحرارة دي بتشجع أكتر الأعضاء، يعني كله بيقول للبعض علشان ينزل يقعد في النادي. يعني كمان يعني حركة المرور النهاردة مش زحمة قوي، فيقدروا كمان يجوا في وقت قليل. ودي كانت الأجواء وبعض الأخبار طبعا اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي مقر الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة تانية. رائع جدا، نشكرك احنا كمان على هذه التغطيه يا روزان. واضح ان من الاجواء وراك يعني ان لسه ما فيش توافد باعداد كبيره، لكن الجو واضح كريم ان هو حلو جدا النهار. يعني مش حاسه ان الجو فيه شمس كتير، بس بالعكس فيه هوا كمان. شكرا جدا زميلتنا العزيزه روزان نصر.